لانه في نماذج كتيره جدا، نماذج مصريه طبعا بتقدر ان هي تحقق مستويات علميه متميزه في الخارج، زي الدكتوره شيرين السيد اللي اتخرجت من كليه الزراعه في جامعه اسكندريه، لكن دلوقتي بتشتغل على تطوير استراتيجيات الزراعه في الولايات المتحده الامريكيه. نماذج مصريه مشرفه تمثل وطنها في الخارج هي الدكتورة شيرين السيد، مدير برنامج تكنولوجيا البستنة وأستاذ مساعد بجامعة كانت ستيت بالولايات المتحدة الأمريكية. حصلت على بكالوريوس العلوم الزراعية من جامعة الإسكندرية، ثم حصلت على دبلومة دراسات عليا في التخطيط المتكامل لتنمية وإدارة المناطق الريفية من جامعة ليدا ومعهد البحر المتوسط الزراعي في زارغواز بإسبانيا. في عام 2014 حصلت على درجة الدكتوراه في الهندسة الزراعية من جامعة إشبيلية بأسبانيا، وعملت ضمن فريق بحثي متخصص في تطوير استراتيجيات الري لأشجار الفاكهة وتحديداً أشجار الزيتون، وشاركت في نشر نتائج هذه التجارب في مجموعة من المؤتمرات وأوراق البحث. في عام 2016 حصلت الدكتورة شيرين على منحة زمالة دولية من الجمعية الأمريكية للنساء الجامعيات لعمل أبحاث ما بعد الدكتوراه بالولايات المتحدة، ولمدة 7 سنوات شغلت مناصب بحثية عدة في مؤسسات مختلفة مثل معهد الموارد الطبيعية والبيولوجيا الزراعية في إشبيلية ومركز البحوث والإرشاد الزراعي التابع لجامعة تكساس الميكانيكية والزراعية. ركزت أبحاثها على إدارة الأراضي والري وفسيولوجيا المحاصيل وإنتاج المحاصيل البستانية واستخدام الطائرات بدون طيار للزراعة الدقيقة. توجهت بعد ذلك إلى التدريس الجامعي، حيث قامت بتدريس العديد من المقررات الدراسية المتخصصة في الزراعة والبستنة، بما في ذلك إنتاج المحاصيل البستانية وإدارة المشروعات الزراعية والزراعة الدقيقة. وبسبب عشقها للتقنيات الحديثة في المجال الزراعي وبصفة خاصة الطائرات الدرونز، توجهت لدراسة هذا المجال وحصلت على رخصة طيار عن بعد معتمد من إدارة الطيران الفيدرالية بالولايات المتحدة. بعدها التحقت كمحاضر ومدرب للأفراد والشركات الناشئة على استخدامات الدرونز، وأصبحت مسؤولة عن وضع برامج تدريبية للقوى العاملة، وبذلك أصبحت محاضراً معتمداً لدى المركز الوطني للتعليم والبحوث الإنشائية بالولايات المتحدة.